السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد السيد كان الاسم ديالو محمد، في عمر 38 عام، مزوج وساكن مع مراته رجاء، ما والد معاه ما والو. هذا محمد كان شخص اللي هو لاباس ليه، شخص ميسور الحال، عنده واحد الطوموبيل هذيك الساعه كانت 190 لعبه، عنده واحد المرسيدس 190، وكان كيخربق في هادشي ديال الدوفيز، هادشي ديال العمولات الاجنبيه، كيشريهم بثمن قليل ويعاود فيهم البيع عاوتاني، كيبيع ويشري الذهب، يخربق شويه في المخدرات الصلبه. المهم مخربق هنا 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 حتى دار واحد الثروه، راكم واحد الثروه مهمه. كما قلنا كان عايش مع مراته، ولكن راه هو المعيل الوحيد ديال العائلة ديالو، والديه وخوتو. والديه كانوا ناس فقراء دراوش، ما عندهمش، هو المعيل الوحيد ديالهم، هو اللي صرف عليهم، هز ليهم اي حاجة بغاوها، يعطي لخوتو، يعطي لوالديه كما قلنا اي حاجة بغاوها كبيرة او لا صغيرة. خوتو ما كانوش خدامين، عنده 4 تقريبا كما قلنا، ما كانوش خدامين وما مزوجينش، ساكنين مع والديه او لا والديهم بجوج. هاد محمد كما قلنا كان انسان ميسور الحال، هو المعيل تاع والديه، ولكن علاقته بمراته راه ما كانش هادي، علاقه كانت متوتره، كان ديما كيعنفها ويعايرها ويقول لها انت انا ندمت علاش تزوجت بيك، والرجال تزوجوا بعيالات زوينات وانا تزوجت بك انت خايبه، ما كتسهلينيش، كتقول لي شكون شدك العشيه، طلقني عطيني براتي بشي في حالاتي. شحال مره كتمشي لدارهم، دارهم كيرجعوها، كيقولوا لها ودي هذاك راجلك غير صبري عليه، دابا ديري وليدات ويتبدل. المهم بحال الهضره وصافي، كترجع عاوتاني عاوتاني صداع المشاكل كتمشي في حالاتها. اللي بغيت نقول لكم بانه هذا السيد هذا ما كيعيش مع مراته بزاف، كيجي نهار يومين كيمشي يغيب 5 ايام 6 ايام، يرجع عاوتاني نهار او غير ساعه، بعض المرات يعطي هذاك المصروف ويمشي في حالاته عاوتاني. يعني هي ما مسوقاش ليه وهو ما مسوقش ليها. والديه على العكس من ذلك، كان كيجي عندهم يوميا يوميا تقريبا، كيجي كيشوف الحال ديالهم شنو واقع كذا، شنو خاصكم كذا. المهم همايا كانوا مرتبطين به اكثر من الزوجه ديالو، الزوجه ديال كما قلنا كانت معاه في مشاكل وصداع الغوات. هي هذيك، هذا الراجل هذا كان مبلي، كان شراب خمور وخديرات الصلاه، ويمشي الاماكن اللي ديال شي ناس لاباس ليهم، وتعرف على هذا وهذا 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 وهذا، يعني ديما داع. هاد محمد كان كيعمر فواحد القهيوة كانت في الفيلاج، هي الكبيرة المعروفة تما، ديما فيما تبارك 190 واقفة قدام القهوة، تعرف محمد بارك في القهوة تمايا، صافي بالليل راه داع، يا إما في شي بار أو شي، المهم شي قهوة مش تلهيه، المهم ديما داع ما هذا وهادي وهذا 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 وهذا. هذه الحياة ديالو بكل خلاصة، وشكون اللي غادي يحس بالغياب ديالو؟ لأن هو غادي يختفى، غادي يغبر، واحد اللحظة غادي يغبر، حتى واحد ما يبقى يلقاه فين مشى، أولا غادي يعرفو فين مشى. هما والديه، والديه غادي يغيب عليهم، تقريبا يومين مجاش عندهم البارح، ومجاش عندهم اليوم، يعني يتشوشو عليه، وهم عيطو على خوتو. قالوا ليهم خرجوا قلبوا على خوكم محمد شوفوا علاش ما جاش، قالوا غادي يكون عند مراتو او نشوف. المهم دابا يبان ساعه ما بانش، المهم مشاو يقلبوا، مشاو عند مراتو، مراتو حلات ليهم الباب، يعني خوتو هادو، قالت لهم سيدي انا خوكم ما بيني وبينوش، انا ما كنعرفو لا فين كيمشي لا فين كينجي، بعدوا عليا المشاكل ديالو، اللي حاجه يكون ضاربو شي واحد او يشوف مالو داير شي مشكل شي حاجه، لا انا ما بيني وبين شي حاجه، يعني ما كاينش واحد في الدار، لا ما كاينش اسيدي في الدار. دخلوا قلبوا الواد تقلبوا، مشاو حالاتهم فين يمشيو، مشاو القهوه، قهوه المعلومه كما قلنا راه معروف محمد كيريح فيها، كيمشيو كيشوفوا ديك 190 ديال خوهم محمد واقفه قدام القهوه. هنا هما كيحشموا منه، كيحشموا من محمد لانه هو كيصرف عليهم، كيعطيهم الحوايج، يعطيهم فلوس وكذا. قالوا غادي ندخلوا نقول لي تكلم الوالدين كيقلبوا عليك فين مشيتي، جات ناقصه شويه. صافي شافوا الطوموبيل تمايا وما يرجعوا، رجعوا عند باهم امهم، وقال لي مودي محمد راه كاين في القهوه، الطوموبيل راه كاين قدام القهوه. صافي ناض الاب ويجي،
جا القهوة على أساس أنه غادي يلقى ولدو محمد تمايا. بانت لي الطوموبيل 190 واقفة تم، دخل ما كيبانش ليه، دور عيني في القهوة تما فين هو محمد، ما كاينش. هو يسول هذاك السرباي، سول هذاك البرمان ما شنو يصاوب القهوة، قال لهم عافاكم واش ولدي محمد ما كاينش، راه بانت لي طوموبيل على برا ولكن هو ما لقيتوش هنا. وقالوا لي شنو نقول لك الحاجة، راه الطوموبيل راه من البارح هي هنا، راه البارح من تقريبا جوي هذيك الخمسة الخمسة وشي حاجة وهي كاينة هنايا وباتت هنايا، واليوم حلينا النهار كامل وراه دار الله هنايا، وولدك راه حنا ما شفناهش. يعني دابا يومين هو السيد غاب على الاثر، حتى واحد ما عرف وين مشى. هنايا راشد تخلع تشوش، قال ما يمكنش، وقالوا لي هادشي اللي كاين. المهم رجع عند مراتو يعني الام تاع محمد، قال لها شنو كاين، قال لها ودي راني سولت في القهوه الطوموبيل كاينه، هو ما كاينش، ومن البارح الطوموبيل وهي كاينه تم، وهما عارفين بان محمد ما كيفرقش طوموبيلته ديما، يا اما راكب فيها وكيهضر مع شي واحد، يا اما راكب فيها وغادي. المهم هو ما كيخليش طوموبيلته في بلاصه مزيان، يعني ديما يا اما راكب فيها اما غادي باش غرض، غادي يخليها قدام الدار اللي غادي يطلع الناس فيها. صافي هي بيتها قدام قهوه، وفين مشى السيد هذا؟ مشى رجع عند المرا كيما قلنا، قال لها شنو كاين شنو كاين. تشوشات المرا يعني الوالد نتاع محمد، خوتو بطبيعة الحال هما يتقلعو عليه، خرجو كيقلبو، رجعو الوالدين والخوت عند المرا ديك رجاء مرات سي محمد. قالت ليهم اسيدي راني قلت ليكم هضرة وحدة، راه ما جاش عندي شحال من نهار هذا مشوش، راكم عارفين العلاقة ديالي معاه. لا سيدي لا ما بيني وبينوش. المهم ما داو من صح لباطل، مشاو كيسولو هنا والو واش لقاو شي حاجة. مشاو عند جدارمية وقالوا لي شنو كاين، قالوا لي مودي حنا بغينا نديرو واحد البحث في عيد عائلة، ودي ولدنا محمد راه هو المواعي الوحيد ديال العائلة، وراه مزوج وراه دابا غاب يومين، وحنا مشينا سولنا القهوة اشنو قالنا شنو قالنا، قالوا لنا بأنه من البارح مبقاش بان، وطوموبيلتو كاينة قدام القهوة، يعني شي حاجة مش ديال ليه، ومراتو راه معاها في الصداع والمشاكل، ما عارفة عليه حتى شي حاجة. اسيدي حنا بغيناكم تقلبوا لنا على هاد محمد. قالوا لي شحال هو مختفي، قلتوا لينا هادي يومين. اي لي هادي يومين السيد بعقلو غادي يكون شي واحد من صحابو، او يكون مشى لشي مدينه لابد شي بيع وشريا طوموبيل قدام قهوه، راه عادي توقف قدام قهوه، راه امنها هو تما يومشى عادي، هو حطها قدام قهوه باش واحد ما يقيسها. المهم الناس كتعرف بالرياسه وصافي. قالوا لي شوفوا على محلي، سيروا ناسو، واليوم موالي الا ما رجعش جيو عندنا حنا غادي نديرو اللازم. مشاو والدين بطبيعة الحال والخوت ما نعسوش، راه مشاو قلبوا عاوتاني، قلب يا متقلب والو نفس القضية. اليوم موالي بعد الصباح بكري رجعو عند جدارمية. صافي هنايا جدارمية دارو لي مبحث لي بقيت عائلة، وعلمو النيابة العامة، يعني علموها بهاد الحيثيات كاملة. المهم هي حيثيات بصراحة كدعو الشك والريبة، السيد طوموبيلو قدام القهوة هو ما كاينش، وتا واحد ما عارف فين مشى، لا مراته ولا خوته ولا عائلته. السيد غاب على الاثر، جدارمي داروا البحث ديالهم ما كاينش، لا في السبيطارات لا في مراكز امنيه، غاب على الاثر بصفه نهائيه. ناضوا خرجوا بداو كيقلبوا مع الوالدين على محمد هذا. اول حاجه جاو عند مراته رجع، دقوا عليها خرجت، السلام عليكم بالسلام. راجل محمد امتى خرج من الدار؟ قالت لي ما سيدي انا راجع عندي والدي وخوتو. وقلت لي ما ودي هدي راه اكثر من يومين راه ما جاش، راه هو معايا في الصداع والمشاكل، يعني كيعنفني عايرني، شحال مره صيفطني لدار والديا غير والديا اللي كرجعوني ليه، هو كيطلبني عاوتاني وكنرجع ليه، كيمشي يشرب بليا بلي الكحله، كيرجع عاوتاني يخاصم ليا ويعايرني يقول لي انا ندمت على تزوجت بيك. المهم غير بحال ماكا المشاكل، غير بحال ماكا. انا بصراحه ما بقيت لك نتسوق ليه، لا فين مشى لا فين جا، يغيب ما يغيبش، انا خارج المسؤوليه ديالي. مزيان هنايا جدارمي دخلوا للدار، عرفوا جدارمي من خلال التحرير ديالهم بان السيد راه لاباس عليه، راه ما يسوق الحال، كيقرب فاش يدير الدوبيز وفي الذهاب، يعني خاص تكون عنده الفلوس غادي يلقاوها في الدار. دخلوا للدار كيقلبوها مزيان، الدار ما فيها حتى شي حاجه والو،
فيه تنعس، ما فيه حاجة، ما اليوم فيه والو، هنا ما كاين حتى حاجة، هنا ما كاين حتى حاجة والو. قالوا لي على راجلك ما كيحط له فلوس لا ذهب لا حتى شي حاجة هنايا السيد، حنا عرفناه بأنه كيخربق فاش يدير العمولات صعبة، العملة صعبة والذهب. قالت لي بلا سيدي لا أنا عارفة كيدير داكشي، ولكن باش يحط دي فلوسو كيحط حتى شي حاجة، كيجي المصروف إلا قلت لي شي حاجة خاصة يجيبها، ولكن راه كيحط شي حاجة. ها نتوما قلبتو وشتو شنو كاين، هادشي اللي كاين هنايا. جدارمي فين غادي يمشيو من بعد فين يمشيو؟ مشاو القهوة على أساس أنها هي اللي كيريح فيها بزاف، كيعمر فيها ويريح فيها مع صحابو وما إلى ذلك، والطوموبيل ديالو قدامها. مشاو الطوموبيل فتحوها بطبيعة الحال فيها والو، عادية الأمور، وراقو متعلقة على الشخصية ديالو صافي، مكينتش حاجة أخرى. دخلوا القهوة كيسولو، سولو هاداك السربال، سولو هاداك مول القهوة، سولو هاداك البارمان مول فريسة ديال القهوة. هنا غادي يقولوا لي مودي هداك محمد حنا كنعرفوه كليان ديال القهوة، حنا عارفينو كيدير شي ديال المهم كيبيع شي فاش يدير دوبيز وكي يبيع شي في الذهب، ولكن اش نقولوا لكم علاقاتو حنا ما عارفينهاش. كيجي كياخد قهوة علاقاتو جد محدودة، يريح ساعة ساعتين كيمشي في حالاتو. هادشي اللي كاين كيكون معاه شي واحد بعد مرات صافي، لا اقل ولا اكثر. هادشي اللي كاين مزيان، المهم ما عرفو عليه حتى شي حاجه. جاو لدار تاع والديه، والديه بطبيعة الحال كيقولوا بانه اصلا هو ما عايش معنا وراه عايش مع مراتو. دابا السؤال المطروح هنايا هو هاد السيد هذا هو لاباس ليه؟ اولا فين يكون مشى؟ هذه وحده. ثانيا فلوسو فين حاطه؟ ما يمكنش يكون حاطه في لابون، لا فين حاطه؟ واش مراتو هي اللي تكون دارت فيه شي حاجه مثلا ودات الفلوس؟ ربما كلشي والد. مشاو ورجعوا ليها، هضروا معاها عاوتاني، حقوا معاها، زيروها مزيان. مشاو عيطوا على خوتها، خوتها قالوا سيدي حنايا ما كندخلوش المشاكل الزوجيه ما بينه وبين راجلها، داكشي بيناتهم يحلوه، ما عجبهمش الحياه راه ما يطلقوا. المهم عرفوا بانهم ما عندهم حتى شي علاقه لا مراتو لا خوتها بهاد الاختفاء المفاجئ تاع هاد محمد هذا. هنا اشنو غادي يوقع؟ هنا كما قلنا هاد القضية تاع الاختفاء تاع محمد راه دارت بوم في هذاك الفيلاج، يعني كلشي ساق الاخبار وكلشي عرف بان محمد مول 190 هو معروف كان محمد مول 190 اختفى في ظروف غامضة. هنا غيجي واحد السيد، هاد السيد هذا غادي يجي عند جدرمية ويقول لي واحد القضية. قال لي ما سيدي انا عندي واحد عمارة، هي ماشي عمارة كبيرة، المهم دار فيها تقريبا شي 4 طوابق نسميوها عمارة. هاد الراجل كان كيكري هادوك الشقق ديالها سي لاباس ليه. قال لي ما سيدي انا ملي سمعت الاختفاء تاع محمد هذا راني جيت نعلم ونخلي المسؤولية ديالي. قال لي كيفاش؟ قال لي ما سيدي هاد محمد هذا اللي كتقلبوا عليه راه كريم عندي واحد الشقة من العمارة ديالي، وهو ملي درت معاه العقد قال لي عافاك تا واحد ما يسيق الخبار بانني انا كاري من عندك، يعني هذه بغيت نخليها ديالي، نجي نقضي فيها واحد الوقيت زوين، نحط فيها الاغراض الشخصيه ديالي، لا والديا لا مراتي لا خوتي حتى واحد يسال الخبار. قلت لي صافي دبر راسك، المهم انا ما نقولها لشي واحد. وراه كان كيجي ليها دابا ملي عرفتو اختفى في هاد الظروف هادي جيت نعلمكم شي اللي كاين. المهم مشاو مع جدارمية ودخلوا هاد الدار، طابي الحال قالوا لي حل الدار، ومرة دقوا حتى واحد ما كيجاوب طابي الحال. قالوا لي حل الدار، قال لي ما سيدي انا راه القفر راه بدلو، ملي عطيتو الساروت راه بدلو، تقدروا تحلوه لراسكم. علموني بالعامة عطاتهم اوكي باش يدخلوا للدار. ملي كيدخلوا جدارمية الدار كيلقاوها دار عادية، يعني فرشة عادية ما فاتش حاجة كدعو الشك او لا شي حاجة ماشي هاديك، فرش هو هداك، كوزينة هي هاديك. كيدخلوا لبيت الناس كيلقاو ناموسية عادية، كيفتحوا التلاجة كيلقاو الخمور الشراب، يعني باين شي واحد عايش الحياة بالطول العرض ديالو هنايا. مسوقناش كيدخلو لبيت الناس كيلقاو في الماريو واحد الكمية كبيرة تاع الفلوس العملة الصعبة دوفيز، وكيلقاو واحد الكمية تاع الذهب وشي عملة وطنية، يعني الثروة كاملة ديالو كاين هنايا. يعني هنايا الفلوس ديال محمد هاي كاين هنايا، يعني مكاين لا شبهة ديال سارقة لا حتى شي حاجة. ولكن السيد فين مشى؟ فين مشى؟ شنو وقع ليه؟
هذا هو السؤال اللي بقى محير الجدارمية ومحير الوالدين ومرتو وأي واحد كيعرف أم محمد من قريب أو من بعيد. نبقاو في نفس الفيلاج وغادي نمشيو عند واحد العائلة، واحد المرأة وراجلها وولادهم غادي يجيو عند الجدارمية واحد النهار وغادي يعلموا على الاختفاء تاع بنتهم، وكيتهموا راجلها اللي كان الاسم ديالو سعيد والمرأة سميتها وردة. قالوا الجدرمية بأنهم شحال من نهار كيجيو كيدقوا في الدار، يعني على بنتهم وراجلها، كيخرج غير سعيد أو لما كيلقاوش كيتسناو حتى كيجي عندهم كيقول لي ما ودي بنتكم راه خرجات، فين مشات الله أعلم، دابا تجي هيا تجي، فين مشات الله أعلم. المهم كيماجل فينا كيضحك علينا، هاد السيد هذا غادي يكون داير في بنتنا شي حاجة. هنايا الجدرمية داروا لهم هذا المحضر هذا ومشاو عيطوا على سعيد، قالوا لي قولي انت بعدا فين هي مراتك، فين هي وردة مراتك. الناس كيجيو كيقولوا بغينا بنتنا نشوفوها، وانت كتقول لهم هاي جايه هاي مشات هاي هنا، ما عطيتيهم حتى شي جواب، ما عطيتيهمش راس الخيط بتاتا. اشنو داير في البنت؟ وقال لي ما سديش نقول لكم انا ما بيني وبين هاد وردة حتى شي حاجه. كيفاش ما بينك وبين حتى شي حاجه السيده مراتك؟ تقول لنا ما بينك وبين حتى شي حاجه، اش داكشي اللي قصدت؟ انا قلت لكم ما بيني وبين هاد الشيء اللي واقع على الاختفاء ديالها، انا هذيك السيده مزوج بها حقيقه، ولكن راه قهراتني، راه كتخرج بشواري، انا كنخدم كنمشي مع الصباح ما كنجيش على العشيه، كنجي ما كنلقاهاش في الدار. ملي كنسولها كتقول لي انا حره سيدي، انا كبيره نعرف شنو كندير، كذا كنمشي لوالديا، كنمشي هنا كنمشي هنا، تبريت فيها حتى عييت، تبريت في والديها والو، شفت عييت وطلقتها. سيدي هذيك مطلقه انايا، كيفاش مطلقه؟ سيدي راه مشيت للمحكمه ورفعت على دعوه ديال الطلاق، لان خرجات ما عرفتش فين مشات، انا نيت ما عرفتش فين مشات، خرجات سيدي خرجات، هذيك خرجات الله اعلم فين مشات الله اعلم. انا ما كنتش كنكذب على والديها، والديا انا كنقول لهم انا راه خرجات، وهي فعلا نيت خرجات، واحد النهار جيت ما لقيتهاش في الدار، قلبت عليها، المهم وهي كيما قلنا راه ديما كدير الفعل هادي، صافي مشيت للمحكمه وراني بادي في اجراء الطلاق. هادشي اللي كاين يعني الجدرمية بحال دخلوا بالشك في هاد خونا هذا، والوالدين شادين فيه كيقولوا هاد مسخوط والدين غادي يكون داير في بنتنا شي حاجة. حنا ملي كنا كنسولوه كيقول لينا هاي مشات هاي خرجات هاي كذا، هضرتو مطابقاش مشاو مع الدار. كيدخلوا للدار كتبان ليهم دار عادية، الدار اللي كانوا عايشين فيها واحد وردة مساعيد، المهم ضربوا واحد الدورة خفيفة وخرجوا الجدرمية. صافي هنايا بقاو شادين في الوالدين كيقولوا الجدرمية بانه راه هاد خونا هذا راه هو اللي غادي يكون داير في بنتنا شي حاجه. البنت غابر العطر ما كايناش، هاد الجدرمية بغاو يشوفوا امتى اختفات بالضبط، يعني امتى خرجت بالضبط. هنا هاد سعيد شنو غيقول لهم؟ قال لهم نهار فلان فلاني الجدرمية كما قلنا هو اللي شاد الملف تاع اختفاء تاع محمد، غادي يلقاو هذاك النهار اللي قال سعيد بان مراته خرجات من الدار هو نفس النهار اللي اختفى فيه محمد. وما يمكنش صدفة غريبة هذه، تختفي هاد المرأة ويختفي هاد السيد هذا، ولكن شنو العلاقة بيناتهم؟ وشنو العلاقة اللي بيناتهم وبين سعيد؟ أي محمد مع سعيد؟ هنا الجدرمية داروا واحد القضية، حاولوا يربطوا ما بين القضيتين. فين غادي يرجع شاف لابيجي ديال الجدرمية؟ غادي يرجع للقهوة. فين كانت الطوموبيل؟ لان الوالدين ما عارفين حتى شي حاجه، ومراته كتقول لي انا يعني كنهضر على مرات محمد كتقول انا ما عارفه والو. رجع الجدرمية للقهوه اللي كيريح فيها محمد وقدام الطوموبيل ديال 190 ديالو، ويسولو مزيان، سولو هذاك السرباي وسولو هذاك البارمان، قالوا لهم اجيو نتوما يا بعدا، حنا بغينا نسولكم واحد السؤال وجاوبوني عليه مزيان. قالوا مرحبا شيف، هاد محمد هذا اللي حنا كنقلبوا ليه وعارفين حنا كنقلبوا ليه، وهذاك ليان ديالكم ديال القهوه اي مالو مهم كان كريح؟ هو سيدي كان كريح ماشي وحدين ماشي بزاف، لا انا بغيت شي واحد كريح معاه ديما، صاحبه ما كيتفرقش معاه، ما كيتفرقش مع هاد السيد هذا صاحبه وعشيرو ديال بصح، يتسناه في القهوه يعيط ليه كذا، المهم بحال ماكا. قالوا لي كاين واحد، شكون؟ سعيد. سعيد راجل وردة اللي اختفات، يعني دابا سعيد اختفات مرتو وصاحبو في نفس اليوم، واش هادي كاملة غير صدفة؟
رجعوا سعيد، قالوا انت فاش خدام؟ قال لهم انا كوطابلي. كوطابلي فينا بلاصه؟ كوطابلي في واحد المحل. مزيان، في واحد المحل يعني كيدير شي ديال الكونطابيليتي. مزيان. هذاك النهار ما رجعت للدار، هذاك النهار سيدي رجعت للدار ما جوي هذيك الساونس بحال هكاك. الساونس بحال هكاك كنت في الدار، او لا الساونس فايتي شويه كنت في الدار ما لقيتش المراه كيف العاده. ورده ورده فينا يا الله اعلم. في هذيك الساعه انا فاض بيا وديما هي كتخرج بلا شواري. صافي مشيت بديت اجراءات الطلاق. هنا اجا دارمي فين غادي يمشيو باش يتاكدوا من الهضره تاع سعيد. مشاو للمحل اللي خدام فيه الباطون ديالو والزملاء ديالو في العمل. مشاو سولو سولو هذاك النهار بالضبط، قالوا ليه يعني قالوا الشيف ديالو معاش خرج. قال لي هو ديما كيخرج مع الساعه ونص السبعه بحال هكاك، هذا هو التوقيت ديالو ديما. اللي كان شي خدمه معطله ولا شي حاجه السبعه، التوقيت العادي الساونس. وهذاك النهار الا بقيت عاقل راه خرج مع جوي هذيك الساونس بحال ما كان خرجه مزيان يعني هضراتو صحيحه. رجعوا للقهوه جدرميه، سولوا هذوك السربايه وهذاك البارمان عاوتاني سولوهم. قال لهم قولوا لنا بعدا نتوما قلتوا لي بانه كريح مع سعيد، واش غير سعيد بوحدو اولا شي واحد اخر؟ لا غير سعيد بوحدو، هو علاقته محدودة هذاك محمد، كان كريح غير مع سعيد. مزيان هذاك النهار تبتو معايا الله يرضي عليكم. هذاك النهار محمد فاش يلا حط الطوموبيل ودخل القهوة. تقريبا معاياش كان التوقيت، واش نقول لكم تقريبا ما جو هذيك خمسة ونص بحال ما هكا قال شي حاجة. استقل شي حاجة خمسة ونص بحال ما كان في القهوة. اي سيدي كان في القهوة. وشنو دار؟ لقيتو عاقلين. شنو دار؟ بقى كتفكر داك البارمان. قال ليهم شنو دار مع جوي هاديك صلارو بحال ما هكاك سقل تولوت؟ كان خدا الفيكس واتصل، لانه هاد الوقيت اللي كنهضرو فيها راه ما كانش تيليفون بورطابل، كان غير الفيكس. والفيكس كان معروف في القهوة، الفيكس على القهوة أكثرية في الفيلاجات كانوا كيستعملوه الناس بزاف. شي واحد لا كان على برا أو لا شي مدينة أخرى وعائلته كاينة أو لا مو لا بواه في هذاك الفيلاج، كيتصل بالفيكس على القهوة كيقول لي ودير الوالد غادي يجي أو لا خويا أو شي حاجة دوزو لي نهضر معاه أو لا شي حاجة بحال ما هكا. المهم كانت المساعدة ما بين الناس بهذه الطريقة هذه. ما عليناش، هذاك الفيكس على القهوة ناض ليه حد محمد هذا وهضر فيه. أنا ما عرفتوش مع من دوا، المهم هو دوا مع التوقيت هذا، من وراها خرج مباشرة. هادشي اللي كاين مزيان خاصنا نعرفو مع من دوا فالتوقيت وخرج. من اللي خرج راه ما رجعش، خرج خلا طوموبيلو كاينه في القهوة وما رجعش. مزيان هنايا مشاو جدارمية عند الشركة تاع الهاتف وداو الرقم تاع الفيكس باش يشوفو هاد الفيكس هذا فالتوقيت هذا بمن اتصل، لان على حساب الهضره تاع مول القهوه. قال لهم اولا هذاك البارمان لان هو اللي كان حدا الفيكس، قال لهم محمد هو اللي اتصل، يعني هذا الفيكس هذا بمن اتصل في هذا التوقيت هذا. كيمشيو كيلقاو بانه في هذا التوقيت هذا في النهار هذا اتصل بالمكتب اللي خدام فيه سعيد. بالمكتب اللي خدام فيه سعيد مزيان، يعني يكون اتصل بصاحبه سعيد. مزيان مشاو مشاو للمكتب فين خدام سعيد، ما سولوش سعيد الاول، وين مسول الباترون ديالو، سولو الزملاء، سولو الناس اللي خدامين، ما كانوش بزاف على قلتهم. قالوا كاملين بان احنا ما كنعرفو حتى شي واحد سميتو محمد. لا يعني بالتالي يعني هاد الاتصال هذا ماشي موجه ليهم، الوحيد اللي كيعرف محمد هو هذيك سعيد. سولو سعيد، سعيد نكر، جيت هنايا ونكرتي. هو ما نكرش العلاقه ديالو مع محمد بانه صاحبه كريح معاه وكذا كذا، وكيمشي في التوقيت جوج في التوقيت ومرات وصفات، ولكن علاش نكرتي دابا؟ قال لي لا ما عيطش ليا حتى الشيطان. هو وفينا النمره تاع الفيكس متصله بالفيكس ديال المكتب ديالكم، ومحمد هو اللي متصل في هذيك الوقيته. هو شكون اللي كيعرف هذا المكتب؟ كيعرف غير انت، كيعرف شي واحد، وانت اللي قريب التليفون الفيكس تاع المكتب، وانت اللي كتستعملو بزاف. هاد اللي هضر تاعك كلشي انت اللي كتستعملو بزاف. وزيدو محمد ما كيعرف حتى شي واحد في هاد الناس هادو، كيعرف غير نتايا،
يعني اتصل بك؟ قال لي لا ابدا، توقيت تاع الاتصال تقريبا ماشي ساقل تونس بحال ما هكاك. مزيان هل والو، تشبت بالانكار. هذا الانكار خلى الجدارمية يشكو فيه. اشنو دارو؟ خداو اذن النيابة العامة وجابوه، رجعوه للدار. دابا غادي يقلبوها تقلاب دقيق ديال الصح. الدار ديالو اللي كان ساكن فيها مع وردة. كيدخلوا للدار كيقلبوها مزيان، كيلقاو في واحد البيت، واحد قلتي دوك المضارب ديولو والكسدادير داكشي مقلوبين. حيدوهم حولهم كاملين، ملقاو حتى شي حاجه، عاديه الامور. دخلوا الكوزينه كذلك مثال، هنا 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 والو. حتى كيدخلوا لبيت ناس، بيت ناس حتى هو عادي كيبان الوهله الاولى. كيلقاو ناموسيه وراها ديك الراس ديالها لاصقه الحائط، في واحد الخاميه والناموسيه فوق منها واحد واحد ليزار او كوفر ليا ولا شي حاجه. المهم اللي ماشي عادي كيقلبو جدارميه، ملي كيهزو الغطاء على هذيك الناموسيه شنو كيلقاو؟ كيلقاو غير شكل تاع الناموسيه وراها الراس ديالها، وحدها كوافوزات. الناموسيه مبنيه مبنيه ب ابي المرطوب والياجور ومزلجه، يعني دير لها واحد الشكل اخر. هو يعني بانيها ونفرج عليها بحال ما هكا. قالوا لي علاش درتي بحال ما هكا، علاش ما شاريش ناموسيه؟ وقال لي واش نقول لكم، ما الطريقه دي حسن. الناموسيه كتجمع ديك ديال العود، كتجمع مهم الحشرات وكدير وكتغير كتقدام، خاصك تشري وحده اخرى. اللهم بحال ما هكا حسن، صافي انا مرتاح بحال ما هكا. مزيان. المهم طلعوا الفوق السطح، كيلقاو الناموسيه الاصليه مليوحه تمايا، مرميه تمايا، محيد منها غير راس كيما قلنا اللي لاصق على الحيط لتحت. هنا دخلهم الشك، ما يمكنش هادي راه باقا مزيانه، هادي محيده راه ما قدامت ما تش حاجه. رجعوا قالوا شي حاجه مشت ليه. هنا جابوا البنايه وبداو كيحفروا، كيحفروا كيحفروا كيحفروا، كيلقاو جوج وتات، ورده وصاحبو محمد مدفونين تمايا. هنا قالوا لي على سلامتك، كلنا اشنو كاين، علاش قتلتي صاحبك ومراتك؟ بقى كيدور في عينيه او يعترف. اشنو قال لهم؟ قال لي ما سيدي، هاد الورده هادي انا كنت كنشك فيها، ما كانتش مرام مزيانه، كنت كنشك فيها انك دير شي حاجه، ولكن مع ذلك خاكك ما كنتش مسوق، كنجي ما كنلقاه عاش كدير. المهم كتقول لي شي هضره مشيت ليه، المهم انا شاك فيها، ولكن ما يعني ما مأكدش شي حاجه 100%. قال لهم اللي غادي يزيد يدخلني الشك هو داك صاحبي محمد، في ما كنكون في الخدمه هنايا، هو عارف التوقيت ديالي ماش كنخرج. كيجي القهوه كيبقى يعيط ليا، ما جو هذيك خمسة ونص بحال ما هكاك، كيتصل بيا يقول لي امدرا انت باقي في الخدمه؟ نقول لي اه. يقول لي شوف، بلا ما تاخذ طاكسي لا والو، مع داك سعيد ما كان عنده طوموبيل لا والو، كيجي غير في طاكسي. يقولي شوف، اتصل لقيتها تسناني، انا غادي نجي وغادي نجيبك. حتى صاحبي اصاحبي نخليك تمايا، ولكن ما تجيش، واخا نتعطل لك واحد شوي، راه غير الطريق وكذا كذا، راه غادي نجي ونجيبك. انا كنتيقو صراحه، جابني شحال مره، ولكن الشيء زاد فيه بزاف، يعني ربط الامور. قصر يكون كيمشي هاد المره ديالي مثلا، سيغتو ان المره ديالي انا مشكيت فيها. صافي هذاك النهار عيط لي نيت، ما جو هذيك الساقه تولوت، واكد لي بانه ما نجي ما والو، لا في طاكسي حتى شي حاجه، اللي حتى يجي ويجيب من الخدمه. صافي قلت لي واخا، اتصل بيا في نيت، جاوبتو الو الو، قال لي صافي انت باقي في الخدمه؟ قلت لي اه. قال لي صافي انا غادي ندوز عندك مع جو هذيك الصوناس السبع قال شي حاجه وغادي نجيبك. قلت لي صافي، قطعت عليه دخلني الشك. صافي حيدت الخدمه عليا دغيا، خرجت هز واحد المربوع، مربوع ديال العود اللي كينقشو به العود، وداك ماضي الله يحفظ، ضربو تحت منو، خدا طاكسي جا كيجري، جا حل بالسارو دخل، لقى مراتو وهداك السيد يعني هداك محمد فواحد الوضع مشيت ليه. صافي قال لي وانا زربت على هداك محمد، ضربتو بهداك المربوع طيح سم قتلتو. هنا هي حاولت تغوت، قلت لها شوفي غتسكتي ولا غادي نقتلك؟ صافي انا قتلت واحد شو خانني غدرني، وانت دابا غادي نطلقك وما بيني وبينك شي حالتك. شويه طويت لها حلاوه وصفى لها حتى هي،
اشنو داير ملي هما مقتولين بجوج تمايا؟ حيد ديك الناموسية، طاحت عليه الفكرة انه حيد ديك الناموسية وبنى عليهم تمايا، بنى عليهم تمايا ودار شكل تاع ناموسية وزلجها من بعد ما مرطبها وصوب القضية مزيان، يعني صوب بحال القضية راها مقادرة ما تشكش فيها بتاتا، ودار على ليزار مهم، ودار كوافو جنبها، ودار راس الناموسية، ودار خامية، عادي الأمور. المشكلة كان كينعس فوق منهم، ما عليناش حنا مورا هاد الاعترافات ديالو بأنه هو اللي قتل هاديك مراتو مع هذاك محمد الصديق ديالو الأنتيم، تقدم العدالة وتحكم بالمؤبد. هذه النهاية ديال الحلقة ديال اليوم، كنتمنى أنها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم أوفياء القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.